أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الاثنين 28 يونيو حزيران 2021. سماء يوم الاثنين في الغالب بلا هدف، لونا يقضي اليوم في برج الدلو المسكر دون أي اتصال، مما يجعله يوما منخفض الطاقة كليا. أهداف إلى الإلحاق بالراحة وقضاء بعض الوقت في العزلة. في وقت لاحق يقفز القمر إلى برجك ويندمج مع كوكبك الحاكم، كوكب المشتري الروحي، يساعدك هذا على الخروج من قوقعتك واعتناق مزاج متفائل مع التخلص من أي مشاعر مكبوتة اليوم. عاطفيا، اتبع حدسك عندما يتعلق الأمر بالحب. قد يتحدث قلبك عن نفسه، لكن ليس كل شخص يستحق أن تمنحه فائدة الشك. تذكر، يحكم القمر بيتك التعبيري الخامس للحب والعاطفة والشهوة والرومانسية، وسوف ينضم إلى قواك في مع حاكمك التقليدي. كوكب المشتري في برجك اليوم، المشاعر التي تشعر بأنها أكبر من الحياة ربما، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب أن تزرع المزيد من التعاطف مع نفسك. في هذه العملية من المؤكد مع كل من المريخ والزهرة في المنزل السادس للواجبات الإلهية، يمكنك أن تشعر بالإلهام والعاطفة لتقديم شيئا ما لك، ولكن تأكد من أنهم يستحقونها أو لا. مهنيا، عزيزي برج الحوت، الكون يعيد المتعة إلى حياتك العملية اليومية مرة أخرى. ربما شعرت بإحساس العزلة والتعب في الماضي القريب. كوكب الجمال فينوس موجود في برج الأسد في بيت عملك السادس، وينضم إليه المريخ المدفوع، وهذا هو الوقت الذي يمكن أن تحقق فيه المهام الإبداعية. أو إذا كنت تعمل مع الأطفال، يمكنك أن تجد الفرح في هذا المجال من الحياة مرة أخرى. خذ وقتك للتواصل الاجتماعي مع زملاء العمل والزملاء. اجتماعيا، أنت وشعبك تقضي أفضل وقت اليوم. قد يكون عليك قضاء بعض الوقت في العمل أو أي شيء آخر، لكن يمكنك الاستمتاع حتى بالجلوس خلف مكتبك. استمتع بالطاقة الموجودة.